يطيب لنا أن نرحب بكم في حفل تخريج المتدربين في برامج الزمالة والدبلومات الطبية بمجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية. كما يطيب لنا أن نرحب بكم في ليلة نكرم الفائزين بجائزة مجلة الدكتور سليمان الحبيب للتميز البحثي، ونثمن غاليا لكم يا صاحب المعالي تشريف معاليكم حفلنا هذا وتلبية دعوتنا. صاحب المعالي، إن هذا التشريف ليس بمستغرب على حكومة خادم الحرمين الشريفين، فقد كان أول افتتاح لمقر المجموعة الرئيسي تحت رعاية كريمة. دكتور عوض العمل، أول شيء مبروك اليوم حفل التخرج. الله يبارك في عمرك. مشاعركم اليوم وتتخرجون الدفعة هذه من الأكاديمية؟ والله مشاعر رائعة وسعيدين ومستمتعين بهذا الحفل المبارك، ونقول للخريجين ألف 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 مبروك، عملتم واجتهدتم ونلتم، ونبارك لهم أيضا التحاقهم بمجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية كموظفين الآن وليسوا كمتدربين. قبل شيء ذكرت أن المجموعة عندها مسؤولية اجتماعية، مو بس يعني تطبيب، لها أكثر من دور باب المسؤولية الاجتماعية. طبعا معروف أنها تشجع على التوطين وعلى عندها كثير مبادرات. صحيح، يعني المجموعة لديها نبراس واضح، وهو تدريب وتأهيل وتوطين الوظائف الصحية في هذا الوطن الغالي. يعني أكاديمية الدكتور سليمان الحبيب الطبية أخذت على عاتقها تدريب آلاف الممارسين الصحيين السعوديين، والحمد لله الآن اللي نشوفه الحفل هو نتيجة هذا التدريب. الآن عندنا أكثر من 330 خريج وخريجة، وليس تدريب فقط وإنما تدريب منتهي بالتوظيف ولله الحمد. دكتور، ذكرت اليوم في آخر كلمة القادم أجمل أجمل أجمل. بإذن الله تعالى، نحن تحت قيادة رشيدة يقودها سيدي ومولاي خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين، ويعني ما لا نقول إلا القادم أجمل وأجمل وأجمل بإذن الله تعالى. دكتور عواض العمري، شكرا جزيلا لك. دكتور شكرا. Yeah.